السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات دے۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیے، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، آپ بہت ہی بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا یہ دعا سننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق عطا فرمائی یہ دعا سننے کے لیے، ورنہ ہر ایک کے بس میں، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے یہ دعا سننا، کیونکہ قسمت والا ہی ہوگا جو یہ دعا پورا مکمل سن پائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی بڑی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، بڑی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر قرضہ میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماری میں مبتلا ہے، یا پھر آپ اپنے گھر کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، پیارے دوستو، اس دعا کو اگر آپ مکمل سن لیں گے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اس دعا کو جو شخص مکمل ایک بار سن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں رزق کی بارش عطا کر دیتا ہے، ان کے گھر میں بے تحاشا رزق نازل کرتا ہے، اس دعا کے سننے والے کو ہر طرح کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پریشانی سے نجات الگ، قرضہ سے چھٹکارا الگ، بیماری سے شفا یابی کے لیے یہ دعا بہت مجرب ہے، اور روزی روٹی کے لیے یہ دعا وردان ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ ان تمام فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو دعا کو مکمل سن لیجئے، بیچ میں آدھا ادھورا مت چھوڑیے گا۔ اگر بیچ میں چھوڑیں گے تو اس دعا کے سننے کے جتنے فائدہ ہے، اس کے بیچ میں چھوڑنے کے اتنے زیادہ نقصان بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی اسلامی بھائی کسی قسم کے کوئی نقصان اٹھائے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ کوئی بھی بڑی پریشانی ہو آپ کو اور آپ اس کا حل چاہتے ہو، فال دیکھ کر اپنی پریشانی کا حل چاہتے ہو، تو اسکرین پر میرا نمبر ہے، مجھ سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ فال دیکھ کر آپ کی پریشانی کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو چلیے پہلے تلاوت کو مکمل سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل إنما العلم عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.